وأيضا من شعاراته ومنارات صدق التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام طاعته فيما أمر. وقد جاء الأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من آية من كلام الله عز وجل ومن كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة الطيبة والمعيشة الرغيدة إنما تكون في الاستجابة لما جاء به الله وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا، نداء من الله سبحانه وتعالى لنا بمسمى أهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويقول الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. من أراد الرحمة ومن أراد الفوز ما عليه إلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حقيقة الإيمان به عليه الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله. فطاعة النبي عليه الصلاة والسلام طاعة لله عز وجل إذا امتثل لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى يا رسول الله؟ أي من الذي يأبى ولا يريد الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. هذا الحديث حديث عظيم يدل على أن شرط دخول الجنة والباب الذي منه نرجو إلى الجنة والشخص الذي ندخل من ورائه للجنة هو النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث أنه يستفتح باب الجنة فيقول خازن الجنة من؟ فيقول محمد، فيقول بك أمرت، فيفتح للنبي صلى الله عليه وسلم ويدخل الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. فأول من يدخل الجنة هم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأول من يطأها هو محمد عليه الصلاة والسلام. فمن أراد الدخول دخول الجنة فما عليه إلا أن يقتفي آثار النبي عليه الصلاة والسلام. قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وجاء في الحديث المشهور حديث العرباض بن الساري وهو أحد الذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليحملهم، فقال: لا أجد ما أحملكم عليه. ثم تولوا وأعينهم تفيض من الدمع عليهم رضوان الله عز وجل. يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في كل حركاته وفي كل سكناته وفي كل تصرفاته عليه الصلاة والسلام أسوة وقدوة وأمر عجيب، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى شيء من ذلك. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ أي بماذا توصينا؟ وهكذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن وصايا النبي عليه الصلاة والسلام لما علموا من حرصه بالمؤمنين عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. ثم قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. أي تمسكوا بها أشد التمسك، أي أطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به عليه الصلاة والسلام، وامتثلوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما جاء به أو جاء عنه عليه الصلاة والسلام. إذن من أعظم الشعارات التي ينبغي لنا أن نمتثل بها وأن نتمسك بها حتى نكون صدقا وعدلا ممن يتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، طاعته فيما أمر. بمجرد ما أن يأتينا أمر عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام مباشرة، لا ننظر إلى رغبات النفس ولا ننظر إلى ميول الهوى ولا ننظر إلى نظر الناس، وإنما ننظر إلى رضا الله عز وجل، وإلى أن الآمر هو محمد عليه الصلاة والسلام الذي أرسل من ربه عز وجل، هو رسول ربي. وهذا من كمال التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى.
فمن توحيد الله عز وجل أن الله تعالى حيث أمر هذا الرجل الذي هو محمد بن عبد الله وهو سيدك عز وجل وخالقك، أرسل إليك عبدا من عباده ونبيا من أنبيائه ورسولا من رسله، أرسله إليك لكي تستجيب لرسالته وتؤمن بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، فما عليك إلا أن تمتثل، ما عليك إلا أن تستجيب يا عبد الله، أنت عبد بين يدي سيدك سبحانه وتعالى، يأمرك الله عز وجل بما بعث به محمد عليه الصلاة والسلام، فليس لك الحق أن تنظر إلى رغبات الهوى وإلى رغبات النفس وإلى حظوظك الشخصية، وإنما تمتثل مباشرة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس لك الحق أن تختار، ليس لك الحق أن تختار وأن تنظر في رغبة النفس وهوى النفس، وإنما مباشرة تستجيب لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه سمي بالصديق مرحلة عظمى لما بادر به سنة النبي عليه الصلاة والسلام من القبول والرضا بها. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما إن يأتيهم أمر عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا مباشرة يمتثلون بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. حتى لما جاء الأمر أو النهي عن الخمر قيل بأن طرقات المدينة صارت تسيل من الخمر استجابة لأمر الله وأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا من أعظم شعارات صدق التمسك بالنبي عليه الصلاة والسلام طاعته فيما أمر.